اليوتيوب مش مستهدفك اصلا عشان تبقى مشهور عليه. شوف كده، اكتب كده، شوف اليوتيوب مستهدفك ولا لا. هو اصلا ما يستهدفكش. يا دي اليوتيوب اللي جايب لي الكلام ليه؟ صحيح، ما نشوف كده ليه. نشوف ليه، اليوتيوب مش استهدفني. يابا اليوتيوب مش مستنضفني. انا عارف يابا، معلش. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ طيب يا ابني مش هتتشهر يا ابني. انا اليوتيوب ده انا فاكك شفرته، اللي ما بيتشهرش فيه غير حاجتين اتنين، الراقصات والمشهورات. وانت يا ابني مش هتتشهر، اسمع الكلام، عمرك ما تتشهر. ما تقعدش يا اخي، هتحاول في شمال ويمين. هي فيها ناس معاها بتضرب، بس انت مش بتتشهر. صدقني اسمع كلام، اللي بتشير فيه محمد رمضان والناس التقيلة دي، انت بتيجي فين في الناس دي يا ابني؟ على قولتك يابا، ماشي يابا، اسمع كلام. ما هو من قدام اليوتيوب والبتاع. يا ابني قوم قوم يا ابني احسن، انا فاكر جدا. خلاص يابا قوم اجيب الازازة اهو. عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يصل كل جديد. هي تيجي بالعين حمرا. انا فيها يا بابا.